حالة من الإرباك تشهدها الأنبار تمثلت بالخلافات والمشاحنات السياسية من خلال الدعوة إلى تشكيل تحالفات عشائرية وسياسية لمواجهة المرحلة المقبلة. تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة الخلافات والمشاحنات السياسية في الأنبار، تجلى ذلك من خلال الدعوة إلى تشكيل تحالفات سياسية وعشائرية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة. الشارع الأنباري يتوجس خيفة من هذه الخلافات التي ستنعكس سلبا على حياته اليومية. الفترة الأخيرة اليوم بالأنبار نشوف التحالفات الجديدة والتحالفات القديمة والكتل والأحزاب واللي دخل وياها العشائر طبعا بعد ما تهمش دور العشائر. اليوم دور العشائر بالأنبار ما لها أي دور عكس ما كانت بالسابق. أي مشكلة تصير، أي مشكلة بين طرفين، بين شخصيتين سياسية راح تأثر على محافظتنا. أكيد يصير تخوف للمواطن الأنباري، لأن إحنا كمواطنين أبناء محافظة، 2014 شلون صارت؟ مشكلة بين حزبين ودفعنا ثمنها إحنا كمواطنين بالمحافظة. عشائر الأنبار وخلال مؤتمر أكدت على ضرورة أن يكون لها دور مؤثر في اتخاذ القرارات المصيرية وتحقيق آمال واحتياجات المواطنين. ومحاربة التسلط والعبث بمقدرات المحافظة دون الانحياز لطرف على حساب آخر. من أجل استرداد الحقوق المسلوبة وذلك لمحاربة من يدفع ومن يقبض للأسف في بلدنا العزيز وتحديدا في محافظة الأنبار، الحقيقة لا يمكن أن تغطى بغربال، واليوم من واجبنا أن نكون من ضمن الحاضرين في التغيير. إن كنا سابقا نسعى لي مقعد برلماني، اليوم نسعى للتغيير. في خضم الصراعات السياسية التي تشهدها المحافظة الآن نرى أن هناك من يريد ركوب الموجة ويتفرد بالسلطة ويتفرد بالمال العام، هذا لا يجوز، وهناك رجال دافعت عن المدينة لها حقوق في هذا الشيء. وفي ظل المستجدات الأخيرة للمشهد السياسي في الأنبار ومحاولة استمالة العشائر وضمها في صف على حساب آخر، برزت معها تحديات جديدة وتحركات سياسية تتخذ من العشائر البوصلة لتحديد اتجاه المرحلة القادمة. صراع حزبي عشائري لفرض السيطرة والنفوذ على المشهد السياسي في الأنبار يأخذ أشكال عدة، في مقدمتها التجمعات العشائرية الجديدة. لقناة الرابعة سعد العاني، الأنبار.